السيد الرئيس ياسر الحنشي رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة المكوفين وضعاف البصر لما حققه رفقة جميع أعضاء المكتب المديري والأطقم الإدارية والتقنية وعلى رأسهم يعني الرياضيين اللي شرفوا الشعب المغربي قاطفة في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 واللي شرفوا البلاد واللي سمعوا النشيد الوطني للعالم كامل واللي رفعوا راية الوطن عالية خفاقة في سماء طوكيو. هاد الناس اليوم يعني جايين شنو تيحاربوا؟ تيحاربوا النجاح فقط. يعني غادي يقول لي سرقتي ولا درتي ولا فعلتي ولا كاين اختلاسات ولا كاين سوء تسيير ولا هذا، احنا تنقولوا لهم الى عندكم ما يثبت اهلا وسهلا، مع العلم ان البعض منهم راهم مشاو للقضاء، يعني جوج ديال الدعوات القضائيه اللي كانوا رفعوا ضد رئيس الجامعه والجامعه ما يعني ما استطاعوا انهم يحصلوا على والو لان الملفات كلها كانت عندهم فارغه. ايضا مشاو للجهاز الوصي اللي هو وزاره الشباب والرياضه انذاك، ما استطاعوا انهم يديروا حتى شي حاجه لدرجه ان وزاره الشباب والرياضه دارت لانسبكسيون ديالها، كان المفتش العام ديال وزاره الشباب والرياضه دار معنا الجرد ديال ورقه بورقه، يعني في الماليه ديال المؤسسه ديالنا دار معنا ورقه بورقه، ما كان حتى شي حاجه. يعني الناس كيهضروا من فراغ، اليوم جاي يعني كما كنقول لكم جايين كيحتجوا على النجاح، على النجاح ديال المؤسسه، كيحتجوا على الفرحه ديال الشعب المغربي. الشعب المغربي يعني ملي فرح بهاد الناس وعرف بان يعني كاينين مكفوفين اللي عطاو للرياضه واللي رفعوا كما كنقولوا القيمه ديال الرياضه المغربيه في العالم، جايين اليوم كيحتجوا عليها. اذا انا كنقول لهاد الناس هادو الى عندكم ما يثبت، الى عندكم شي حاجه اهلا وسهلا، كاين القضاء، كاين الجهاز الوصي، ما كاين حتى شي مشكل. والغريب في الامر شكون جاي كيحتج؟ جاي كيحتج انديه اللي خارج المؤسسه، يعني ما عندهم حتى شي علاقه، كيحتج جوج ديال الانديه اللي هما عاد اول انخراط عندهم هاد السنه، علاش انت يلاه دخلتي وجاي كتحتج عليا؟ راه شي حاجه اللي ماشي منطقيه. كاينين يعني عنصرين داخل المكتب المديري، كما كنقولوا وصلت انتخابات اذا غنديروا السياسه، وربما يعني الراي العام راه كله فاهم هاد المساله هذه، يعني خصنا نقلبوا على جهه اخرى اللي من خلالها كما كنقولوا نغرفوا. هما تيحسب لهم بان الجامعه راه بير، اي واحد غادي يجي يغرف منه ولا هذا، لان السيد الرئيس كما قلت لكم يعني ساد عليهم الروبينيات، والله واحد لا درهم شي درهم ديال هاد الناس هادو، والله ما يخرج الا ما كنا عارفين فين غادي. وكما واللي بغاو يوصلوا ليه حنا موجودين، القضاء بيننا، اللي بغى شي حاجه سيروا للقضاء، ما كاين حتى شي مشكل، وديك الساعه القضاء هو الفيصل.